ادخل. حصل يا باشا، الاستدعاء دلوقتي زمان وصل. طب كويس، واخبار تقرير السجون ايه؟ احنا بنجمع ملف دلوقتي فيه كل اللي عليهم احكام بالمؤبد زي الاثنين اللي قتلهم. احنا عايزين نعرض الملف ده على يحيى على امل انه يتعرف على حد فيهم. حسين، انا عايز التقرير ده يبقى قدامي على المكتب بكره الصبح بالكتير. تمام يا باشا، ادخل. الظرف ده وصل لحضرتك فعلا. طب روح انت. في حاجه يا باشا عرفناها عن عم يحيى، مش عارف اذا كانت هتبقى مفيده ولا لا. ايه؟ عم يحيى عنده فندق 3 نجوم في شرم. الفندق ده اتباع قبل الحادثه بيومين، بس لسه مجدي مديره لحد دلوقتي. طب وده ايه علاقته باللي حصل؟ ولا اي حاجه، بس سعادتك طلبت مننا ان احنا نعمل تحريات حوالين اللي موجودين حوالين يحيى، واي معلومه ما نسيبهاش حتى لو كانت صغيره. ماشي حسين، انا هقابل يحيى وهشوف معاه الموضوع ده. تمام يا باشا، بعد اذن سعادتك. يا حبيبتي، جهزت ولا لسه؟ بعمل ايه؟ ماما عماله تستعجلني. بس انا هطلع لك الاول، ما هوريكي حاجه هتعجبك، مفاجاه. ما تستعجليش بقى، لما اجي. لما اجي بحبك لغايه ما اجي. باي. شفيقة، فين دبابيس الطرح يا شفيقة؟ انتي بتكلمي مين؟ ما بتكلمش. امال ماسكة الموبايل ليه؟ ماسكاه كده من غير ما اتكلم. واقفة عندك اصلا بتعملي ايه؟ مش فاهمة. بدفي نفسي. اكيد عايزة تجننيني او تموتيني ناقصة عمر. ما تتنيلي تشغلي الدفاية، واقفة تدفي على البوتاجاز. انتي عايزة تجيبيلي مصيبة، انتي اصلا بتنامي وانتي واقفة. هو انتي كنت عايزة ايه؟ انا عايزة دبابيس للطرح. هو انا اللي بحطهم في نافوخي؟ يا رب، انا مش هحرق دمي ولا هتعصب. اتنيلي شوفيلي الدبابيس فين. حازم زمانه على وصول، وانا مش هبوظ الخروجه بسبب واحده حمارة زيك. ما انا هدور اهو، بس ما تشتميش. يلا غوري بسرعه. طيب استغفر الله العظيم. ايه ده؟ اقعدي بس الاول. ايوه، يعني في ايه ده؟ مش فاهمه. افتحي وشوفي. شكله في حق. نورهان، شفت لك مفاجاه. هي رجعت مصر؟ اه، من اسبوعين. هي خلفت؟ أدهم ونور. نور؟ سمت بنتها نور؟ نفسي أكلمها، نفسي أحضنها. أنت عارفة إنه مش هينفع. أنا مش عارفة، مش عارفة أفرح عشان شايفة أختي قدام عينيا، ولا احزن عشان مش قادره اكلمها ومش قادره احضن ولادها. هيحصل ايه حازم لو كلمتها؟ عشان خاطري خليني اكلمها واقابلها، حتى لو من بعيد، حتى لو مش هنتكلم اشوفها من بعيد، بس عشان خاطري يا حازم. للاسف رجعت استراليا امبارح. رجعت؟ يعني انت كنت مستني انها ترجع عشان تقولي، عشان لما اطلب منك ان انا اقابلها يبقى خلاص ما ينفعش، صح؟ ليه بتقولي كده؟ كل اللي حصل ده كان صدفة. صدفة. يا حبيبتي، مش نجهز بقى عشان نعدي على ماما؟
خليها بكرة أحسن. ألو. موضوع مهم. ماشي ماشي هعدي عليك. هعدي عليك على الساعة 3. مين دول بقى؟ دي أختي. اه صحيح دي شبهك على فكرة. البنت الصغيرة دي واخدة عليكي بجد؟ أو النعمة. نعمة إيه يا أم نعمة؟ يلا يا بنت على المطبخ يلا. بتفرج على الصور. اتكل على الله يلا. ما تيجي تتفرج معانا يا بيش. فوراك إيه يا بنت؟ يا بنت اتجننتيني يا بنت. أما ينزل أما ينزل. طيب يلا. يا حبيبتي اخر كلام، مش هنروح لماما؟ معلش يا حازم خليها بكره عشان خاطري. تمام براحتك. فرجيني بقى. دي واخده ضحكتك بقى. اها او ربنا.